يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح ما يذكره البعض بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المذهب الفقهي أقرب ما يكون إلى أنه مالكي كما ذكروا ذلك في الاختيارات؟ هذا ما هو صحيح. شيخ الإسلام حنبلي وهو يصرح بهذا، هو حنبلي لكنه لا يجمد على المذهب، وإنما يأخذ ما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم، وإلا فهو حنبلي. واللي يقول أنه مالكي هذا ما يعرف ولا يدري. نعم. يقول لكن إذا أخذ الإنسان من مذهب مالك أو من مذهب الشافعي ما قام عليه الدليل، قال أنه شافعي أو أنه مالكي، لا. نعم.